السلام عليكم ورحمة الله. كل ما أسمع برواد الأعمال أتذكر سالفتنا عن نبيبة واحد من الأخوان مبطي الأخ عيار وخفيف دم وله أصدقاء اثنين عميان. العميان ذولا يحبون القرشات يحبون الدراهم موت. هذا الكلام مبطي أول ما جت فكرة التفحيط وراجت بين الشباب، وكانت هاك الأيام تقريبا بين فئة عيال التجار فقط، ما كانت عند الفقراء، ما بعد جاتهم، لأن أصلا الفقراء ما عندهم سيارات، وهم طبعا يسمعون بالتفحيط والمفحطين ولا عمرهم شافهم طبعا بحكم انهم عميان. يقول مرة علمتهم سالفة وقلت من واحد من عيال التجار يشر هالموجودين اللي يشجعونه يعطيهم شرهات على 50 ريال. يقول انا قلتها لهم ابي اشوف ردة فعلهم ونسيت الموضوع. يقول بعد يومين او 3 ايام رحت للموقع اتفرج على اللي يفحطون. يقول يوم قلت سذل والله ان العميان وسط الجماهير قاعدين يصفرون ويصفقون، واحد منهم يصفق بنعالي يبغى الصوت يطلع قوي. يقولوا ما يمديني اخذ اللفة الا على جية الدورية. يقول الجماهير يهجون ويبقون العميان يصفقون بنعالهم. يقول جت الدورية وخذهم العسكر. يقولوا لحقتهم وكفلتهم وطلعتهم. يقول واكتشف ان اللي خلاهم يروحون من وراي انهم كانوا يأملون في الخمسينات حقة التاجر وما يبغوني اشاركهم فيها. يقول والسالفة لا فيها خمسينات ولا فيها شرهات، بس انا قلتها من باب ابي اشوف ردة فعلهم. الشباب اللي يطبون في سوق العمل معتمدين على حماستهم ويبغون احد يعطيهم اي راي او مشورة ولا يبغون مساعدة او مساندة من الناس، ويرون انفسهم يقدرون ينفذون اي شيء، تراهم ما يختلفون عن هالعميان. السلام عليكم.